ازيكم عاملين ايه؟ لو انت حامل او بترضعي بتكوني محتارة تستخدمي منتجات ايه بحيث ان هي ما تأثرش على الجنين او على صحته، فبتقعدي تدوري وبتكوني محتارة جدا ازاي تلاقي المنتج اللي يعالج مشكلة بشرتك او شعرك بدون ما يضر بالجنين. في البداية كده انا بحب اطمنك ان في فترة الحمل او الرضاعة بنمر بمشاكل كتيرة قوي بتكون مش عندنا في البداية، يعني ممكن يكون طول حياتك كلها ما طلعلكيش ولا حباية واحدة، بس تيجي فترة الحمل بيبقى بشرتك كلها حبوب، ممكن تكوني انت بيضة، تيجي فترة الحمل بتحسي باسمرار فظيع، بيجي ممكن يكون عندك كلف، تصبغات، نمش، كل ده بيكون اثار او يعني حاجات بتيجي مع الحمل. مجرد ما بتخلصي الحمل او الرضاعة الدنيا بتمشي تمام، بس على بال ما بترجعي بترجعي بمرور وقت شوية، بس صدقيني هترجعي وما تقلقيش. بتلاحظي شحوب في البشرة وبتحسي ان كل حاجة في حياتك بتتغير وان انتي مش انتي، شعرك ممكن يكون بيقع، وفي اوقات ان احنا بناخد فترة الحمل والرضاعة فيتامين بتكون بتقوي الشعر جدا، مجرد ان انتي تسيبيها بتبدأ شعرك يقع. فانتي لو بتاخدي فيتامين وحتى لو مش بترضعي كملي عليها مدة ما تقلش عن سنتين، لانها هتفيد بقشرتك وجسمك وشعرك وهتفيدك بشكل عام. طب ايه هي المنتجات اللي انا اقدر استخدمها لو عندي مشكلة في بشرتي وانا مطمنة؟ لو مثلا عايز تستخدمي فيتامين سي، فيتامين سي امن جدا ان انت تستخدميه، ولكن خليكي اقصى حاجة 10%. عايزة تستخدمي مثلا كريمات تفتيح، حاولي تختاري كريمات تفتيح فيها فيتامين سي على اساس ما يبقاش فيه ضرر، بلاش الكريمات التفتيح القوية او فيها مادة الهيدروكينون بنسبة عالية، لان دي ممكن تأثر عليكي بالسلب. طيب انا عايزة استخدم هايلورونيك، بالهايلورونيك امن جدا، استخدميه في اي وقت انت عايزاه، بس لازم ان انت تشربي مية كتير علشان ان هو يديلك نتيجة كويسة طول فترة الحمل او فترة الرضاعة. المقشرات زي احماض الفواكه، الجلايكوليك، اللاكتيك، كل ده امن جدا، ولكن دون افراط ودون ان انت تختاري تركيز عالي، نحاول نختار تركيز بسيط هيكون أأمن ليكي. كمان من الحاجات الترندات اللي يقولك واقي الشمس بيأثر على صحة البيبي، الكلام ده ملوش أي أساس من الصحة. واقي الشمس مهم جدا لأن بيحصلك تصبغات وغمقان وكلف وانت حتى قاعدة في البيت، فانت طول ما انت قاعدة في البيت فترة حملك أو رضاعتك صيف أو شتاء بتتعرضي لأي حرارة، حرارة البوتاجاز، حرارة المطبخ، المروحة بتجيب لك هواء سخن، لازم تحطي واقي الشمس ولازم تجدديه كمان لو أنت حتى في البيت كل ساعتين. الريتينول غير آمن بالمرة على الحوامل أو الرضع، حتى لو تركيزه ضعيف بلاش ان احنا نستخدم الريتينول طول فترة الحمل او الرضاعة، بعد ما تقومي بالسلامة وتخلصي الفترة دي تقدري ان انت تستخدميه عادي جدا. سكينورين اتسألت عليه كتير جدا، امن خلال فترة الحمل والرضاعة ولكن برضو بدون افراط. منتجات العناية بالشعر ما فيهاش اي مشكلة، حاولي تختاري منتجات يكون ما فيهاش اي كيميكالز، تكون خالية من السولفيت البرابين، ده هيفيدك اكتر. ونحاول نستخدم منتجات لعلاج تساقط الشعر مثلا زي شامبو، زي حمامات كريم المفيدة جدا للشعر خلال فترة حملك، لان بيبقى فيه جفاف فلازم ان انت تعملي حمام كريم او حمام زيت. اتمنى ان انا اكون جاوبت على كل اسئلتكم، ولو عندك اي سؤال او اي استفسار خلال فترة حملك او رضاعتك اكتبي لي بس في الكومنت وهجاوب لك عليه على طول، واكتبوا لي برضو عايزين مواضيع ايه جديدة نتكلم عنها الفترة اللي جاية. توحشوني، باي باي.